ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. مرحبا بك أستاذ حسين. يعني الصراع بين الكتل السياسية مستمر على الفوز بالحقائب السيادية، المهم يعني بحكومة عبد المهدي. برأيكم يعني تأخير يعني هذا التقص، هل هناك تعمد في التأخير؟ هل هناك يعني تعمد في إفشال حكومة عبد المهدي؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ مش عم نسمع الصوت بشكل هذا التأخير. نعم أستاذ حسين العليان، بعد الترحيب بكم، يعني هذا التأخير إلى أي مدى ترى أنه مقصود من أجل إفشال حكومة عبد المهدي؟ حقيقة هو يعني أنا لا أعتقد أنه مطلوب إفشال حكومة عبد المهدي، لأنه حكومة عبد المهدي هي حكومة بالأصل نتاج تقاطعات وفشل الكتل النافذة خلال المرحلة السابقة، فلها مصلحة أن تقدم حكومة بعيدة عن الوجوه التي فشلت في المرحلة الماضية بشكل أساسي، دون يعني التفريط بالسلطة. يعني هي وبالتالي ولدت حكومة عادل عبد المهدي ضعيفة، لأنه هو الفاسدون خلال 15 عاما من في تحقيق أي إنجازات للبلد، مع الاحتقان الشعبي الواسع، يعني أكنهم أخذوا فرصة لتقديم شيء جديد لعل يهدي مخاوف الشارع في العراق. فحكومة عادل عبد المهدي ستكون حكومة تقاطعات وحكومة أكثر ضعفا من الحكومات السابقة. القيادي في تحالف الفتح النائب عامر الفايز كشف عن وجود خلافات عميقة بين القوى الشيعية بشأن حقيبة الداخلية، لماذا هذا الإصرار على هذه الوزارة بالتحديد؟ يعني هي هذه الوزارة الحقيقة يعني ممسكة بزمام وتلابيب كل قضايا وملفات الأمن والفساد في العراق، وبالتالي الاستحواذ عليها يعني هو صراع بين الخصوم، يعني خصوم النخبة نفسهم في هذا الاتجاه. اثنين، الداخلية هي أهم وزارة بالنسبة لهم، لأنه هي اللي ممكن تمرر من تحتها كل الميليشيات وتمرر من تحتها كل المطلوبين، ويعني الكل يخشى على نفسه وبالتالي حريص على أن يتسلم وزارة الداخلية. نواب أكدوا أنهم يعني بدأوا بجمع توقيع لإقالة عدد من الوزراء الذين تم التصويت عليهم ومنحهم الثقة من قبل المجلس. كيف برأيك سيتم التوافق على الوزارات المتبقية إذا لم يتم فعليا الاتفاق على الحقائب السابقة؟ أخي الكريم، العملية السياسية في العراق عملية واصلة إلى حائط مسدود، ولن تستطيع أن تنجز ما يحتاجه البلد وما يحتاجه الناس، لا على صعيد الخدمات ولا على صعيد، وبالتالي ستبقى تدور في حلقة من الصراع والصراعات على المكاسب والمغانم. برأيكم يعني هل سيتم حسم هذه الوزارات المهمة في جلسة البرلمان المقبلة؟ أنا أشك في ذلك، أشك أن نحسم هذه الوزارات، لأن الخلافات بين الشركاء يعني عميقة. نعم، يبدو أن الاتصال قد انقطع بالأستاذ حسين العليان. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين العليان الباحث السياسي والكاتب، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.